صباح الخير يا أول. إحنا المرة الماضية أخذنا عن opening paint page 42، أخذنا كيف نفتح برنامج البينت إذا متذكرين. حكينا بنروح على start، تمام، من start بنروح على all programs إذا متذكرين يا مس. أنا هلأ لأنه عندي أنا ويندوز 10 فالطريقة كلها مو نفس الطريقة، أوكي. بروح على all programs بتكون بالأسفل إذا متذكرين. بعدين حكيت لكم بنروح على accessories، أول ملف لونه بالأصفر. بعدين شو بختار؟ برنامج البينت، تمام، بختار برنامج البينت، أوكي. هلا أنا فتحت برنامج البينت، تمام. لما فتحت برنامج البينت طلعت عندي أنا هاي الويندو، أوكي. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن page 44 اللي هو window components، أوكي. من إيش بتتكون هاي الويندو، أوكي. هلا اول اشي يا مس، طبعا هدول بدنا نحفظهم، تمام، وبدنا نعرف اشكالهم وشو اسم كل واحد فيهم، اوكي. هلا خليكم معي، شايفين يا مس الاكس هاي الاحمر، هاي بنحكي لها احنا كلوز. هاي كلوز، اوكي. هلا انا عندي المربع اللي بجنبيها اللي هي ماكسمايز، المربع هي الماكسمايز، الناقص اللي هي عندي انا الميني مايز، اوكي. هلا الاكس كلوز بتعمل لي كلوز للويندو، بتسكر لي اياها. المربع بتعمل لي ماكسمايز، بتكبر لي النافذه، شوف بس اكبس عليها بتكبر لي اياها، تمام. والناقص شو بتعمل لي اياها؟ لها مينيمايز. المينيمايز وين بتروح؟ بتخفي لي اياها على التاسك بار. هيو بدي ارجع افتحه بكبس عليه، اوكي. اذا كلوز ماكسمايز المربع والناقص مينيمايز، اوكي. هلا بعدين هذا عندي انا اسمه التول بار، شايفينه هذا يا مس اللي بتحرك فيه الفيات والالوان والاشكال والفرشايه والتولز، هدول اسمه هذا كله اسمه تول بار، هذا كله اسمه هذا الجزء اللي انا بتحرك عليه اسمه تول بار، تمام. هلا انا عندي هذا الجزء اللي هون، شايفينه هذا الجزء هذا الصغير اسمه كويك اكسس تول بار، اسمه كويك اكسس تول بار. هي هذا الفيات الريدو والاندو والسيف، شايفينهم هدول، هذا الجزء اسمه Quick Access Tool Bar، شريط الأدوات الوصول السريع. هلأ في عندي أنا، شايفين يا مس هاد الفايل، الفايل هي نفسها Paint Button، أوكي. الفايل هي نفسها Paint Button، أوكي. الفايل هي نفسها Paint Button، أوكي. هلأ بضل عندي أنا آخر إشي يا مس، أنا في عندي هون بالأسفل بيكون السكرول بار وشريط التمرير، أوكي، اللي بيروحوا بيجي يمين وشمال، اوكي. هلا بناء على حجم الصفحه اللي عندي، اوكي. هلا اذا كبرت الصفحه انا عندي، شوفوا هاي السكرول بار، تمام. هي شايفينه هاد، هاد في عندي انا تو سكرول بار، افقي وعمودي، شايفين يعني بيطلع وبينزل بالصفحه، هيو. وفي عندي بالاسفل هذا يمين وشمال، بروح يمين وشمال الصفحه، اوكي. والمنطقه البيضاء اللي هون هاي اسمها ورك اريا، اوكي. اذا اكس كلوز المربع ماكسمايز الناقص مينيمايز، هذا الجزء اللي هون يا مس بالاعلى اسمه كويك اكسس تول بار، تمام. بعدين في عندي هاي البينت باتون هي نفسها الفايل، يا بيكون انت بشكلها عندك هيك زي المغلف ابيض او بيكون اسمها فايل، اوكي. هاي اسمها بينت باتون، هذا اسمه الشريط كامل تول بار، هذا المكان اسمه ورك اريا، وفي عندي هاي اخر اشي انا عندي السكرول بار، اوكي. السكرول بار شايفينها يا مس. إذا هدول إحنا بنحفظهم ونحفظ أشكالهم ونحفظ أسماءهم، أوكي. وحكينا الصفحة البيضة هاي work area، تمام. هلأ نيجي نحكي يا مس عن الكلر بوكس، تمام. page 45 الكلر بوكس، بدنا نحكي عن الكلر بوكس. هلأ في بالكلر بوكس في عندي two color، تمام. هلأ نيجي هون يا مس، هاي هي الكلر، أوكي، هاي الجزء الخاص بالكلر، تمام. أنا في عندي two color، أوكي. في عندي color one وفي عندي color 2. شوفوا هلا ال color 1 هي مكتوب color 1، اوكي. It represent the outline color and you can choose it color as follow، تمام. هلا ال color 1 هي المسؤولة عن ال outline، عن الحدود، تمام. هي المسؤولة عن الحدود. مثلا انا اجيت على شكل هذا بدي ارسمه، اوكي. عشان اول اشي شو بعمل؟ مثلا انا حكيت لك هذا الشكل، ارسم لي هذا الشكل، اوكي. اختار، اشوفوا لون الحدود لازم يكون اللون اسود، تمام. هاي انا باجي برسم هاي لون الحد لونه اسود، تمام. اجيت حكيت لك انا يا اول غير يا مس لون الحد، تمام، اعمل لي يا لون احمر، تمام.
باجي بختار